بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اخوكم نور الحق، كل يوم معاكم في عرض جديد لان عروضنا ما بتنتهيش. عرضنا النهاردة 3 عربيات موديلات 2011 و2012 و2013، عربيات سليمة وحالتها ممتازة ومقدمها 40,000 جنيه بس. وعلشان ما نطولش على حضراتكم، تعالوا نخش في الموضوع على طول. اول عربية معانا النهاردة موديل 2013، مرور الدقي وفيها رخصة سنة وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص. الصدر زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، لا سندة بالايد ولا خربوش ولا خدش ولا الهوا، زيرو زيرو بمعنى كلمة زيرو، يعني لأي مليمين بالذنب بتاعته بالمضرب بفاصل القايم سليم، القايم الشمال بالذنب بتاعته بالمضرب بفاصل القايم فابريكا، فابريكا بمعنى كلمة فابريكا. يعني الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، اربع فلت كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط اندونيسي اصلي. العربية موديل 2013، مرور الدقي وفيها رخصة سنة، فيها سنة على الشباك وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص. ادي الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، العربية حتة من الممنوعات، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. 2013 على الإزاز، برضو 2013 على الإزاز، سليمة. ادي الجنب اليمين من ورا زي ما احنا شايفين، فريزة الكاوتش الرابعة موجودة طبعا بالجنط بتاعها. ادي الشنطة من ورا زي ما احنا شايفين. العربية طابلوه فني، طابلوه فني، مش محتاجة اي مصروف خالص. قلنا ان العربية فابريكا بره وجوه ما عدا اجزاء بسيطة جدا، خرابيش من بره. ادي الجنب الشمال، قلنا اربع فلات كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط اندونيسي اصلي، مفيش لوح اداز واحد اتغير من مكانه. 2013 المكنة والعفشة والات الجار بحالة ممتازة جدا. العربية من الزيرو وهي مع شخص واحد بس، سليمة بمعنى كلمة سليمة. يعني نبص بقى على الدواخل من جوه، دواسة جلد في الأرضية حالتها معقولة، كسوة جلد للكراسي عمولة، فرش في السقف والجناب عمولة. ادي الكيلومترات بتاعتها ماشية في العداد 95,000 كيلومتر، وفيها سنتر وحدة تحكم بالريموت وتسجيل بواسطة USB. العربية مقدمها 40,000 جنيه بس، المقدم بتاعها 40,000 جنيه بس، موديل 2013 مرور الدقي. العربية التانية اللي معانا النهاردة موديل 2012، مرور الدراسة وفيها رخصة سنة وفيها سنتين على الشباك وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص. العربية ديك سقف ودواخل وأوايم فابريكا، رشح ذا نظافة من بره. العربية فيها أربع فرد كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط أندونيسي أصلي، طقم كارترات كامل في العربية، فيها دواسة فرنساوي في الأرضية، كسوة جلد للكراسي عمولة، فيها فرش في السقف والجناب عمولة، وفيها جناب استلس، الجناب بتاعتها استلس. العربية فيها مكنة وعفشة وآلات جر بحالة ممتازة جدا، المكنة لغاية دلوقتي ما تحلش منها مسمار واحد، الشكمان بيجيب مية لغاية دلوقتي. العربية من الزيرو، من الزيرو وهي مع شخص واحد بس، قلنا فيها رخصة سنة وفيها سنتين على الشباك وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص. مرور الدراسة، سقف ودواخل وأوايم فابريكا، رشح ذا نظافة، يعني الأربع تجناب الخارجي من بره هما اللي رشين، بقيت العربية فابريكا في كل حاجة. قلنا فيها طقم جناب استلس،
زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، حتة من الممنوعات، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. المقدم بتاعها 40,000 جنيه بس، المقدم بتاعها 40,000 جنيه بس. العربية طابلوه فني، طابلوه فني وإبداع، سليمة بمعنى كلمة سليمة يعني، موديل 2012 مرور الدراسة. العربية الله أكبر عليها يعني، حالتها ممتازة جدا، تأكل لقمة عيش فعلا. العربية الثالثة اللي معانا النهاردة موديل 2011 مرور عين الصيرة، وفيها رخصة 3 سنين، فيها رخصة 3 سنين. العربية موديل 2011 كرتونة، كرتونة بمعنى كلمة كرتونة يعني، فابريكا برا وجوه بمعنى كلمة فابريكا برا وجوه، وحتة من الممنوعات زي ما احنا بنقدم لكم على طول. العربية فيها 4 فرد كاوتش بحالة زيرو، وطقم جنوط حديد وضع المصنع. فيها دواسة فرنساوي في الأرضية، كسوة جلد للكراسي وضع المصنع، فرش في السقف والجناب وضع الفابريكا. فيها مكنة وعفشة وآلات جر بحالة ممتازة جدا. المكنة حتة من الممنوعات زيرو، متحلش منها مسمار واحد. العربية من الزيرو وهي مع شخص واحد بس، موديل 2011 مرور عين الصيرة، وفيها رخصة 3 سنين، فيها رخصة 3 سنين، عدى منهم شهرين اتنين بس. موديل 2011 كرتونة، كرتونة بمعنى كلمة كرتونة يعني، فيها تسجيل بواسطة USB. العربية حتة من الممنوعات فعلا. المقدم بتاعها 40,000 جنيه بس، 40,000 جنيه بس. موديل 2011 مرور عين الصيرة، كرتونة فابريكا برا وجوه بمعنى كلمة فابريكا برا وجوه. يبقى أي عربية من التلات عربيات مقدمها 40,000 جنيه بس. التقسيط مباشر بصورة البطاقة، أنت وأي ضامن معاك تدفع وتمضي وتستلم وأنت واقف على طول. كان معكم أخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. ويا ريت لو في أي استفسار أو أي سؤال تبعتولنا على الواتس على 0155-34-0900، أو تكتبولنا في التعليقات، وإحنا إن شاء الله هنرد على جميع استفساراتكم وجميع أسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.